الجماهير الرياضيه. وهذه هجمه خطيره وبصدى لاعب جول 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 الله جول الله جول 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 هو بدايتي كبداية أي لاعب، يمكن بس فارق اللي اختلفت فيه عن إنه يعني بدأت في المدارس وبالحواري كحارس مرمى، وفيما بعد عندما التحقت في الفئات العمرية في الأندية تحولت إلى مهاجم. يمكن هذا الفارق الذي لعب معي في مشوار حياتي كبدايتي، لكن هي صدفة، وهي أيضا كان بالنسبة لي إن أنا أكون أريد ألعب كرة، فكنت في وأنا صغير السن دائما يختارونا في الحواري يكون إنه ألعب مع ناس أكبر مني بالسن، فكان المركز الوحيد الذي موجود هو حارس المرمى، فكنت يختارونا ألعب كحارس مرمى، فكنت أنا سعيد جدا إن أنا ألعب هذا المركز لأني كنت أريد ألعب. لكن فيما بعد يعني استمرت فترة طويلة في الحراسة، لكن في أيام الدراسة بالابتدائية بالذات في السنوات الأخيرة من الابتدائية وجدت نفسي إن أنا يعني أحب إحراز الأهداف، ما أحبش الأهداف تدخل علي يعني، فانتقلت من حارس إلى مهاجم، واستمريت يعني في مشواري من أيام الدراسة وأنا في السنة الابتدائية حتى ترك كرة القدم وأنا لاعب مهاجم صريح يعني. فمشواري مليء بكثير من العتبات، مليء كثير من التضحيات، حيث اني يعني لان انا من سكان مدينة المعلة، ففي المدرسة بالذات يعني كنت لفت انظار بعض الشخصيات الرياضية في شمسان، وكانت هناك مباراة بدايتي يعني على مستوى ان الناس تعرفنا في المدرسة اللي كنت ادرس فيها، مدرسة الشهيد علي سالم يافعي زمان كان اسمها، وكنا نلعب مباراة أمام نادي شمسان للفئات العمرية تحت أقل من 17 سنة يعني. فلعبت المباراة دي وتألق بشكل كبير جدا وحرزت فيها هدفين، مما حدا بأحد المشجعين في نادي شمسان وهو أيضا تربوي رحمة الله عليه كان اسمه الأستاذ عوض، أصر على أنه يتم أخذي من المدرسة إلى نادي شمسان والتقييدي. لكن الشيء اللي فرق في معي في شمسان انه عندما ذهب فيبي الاستاذ عوض رحمه الله عليه اللي قيد بسجلات شمسان، كنت نحيل الجسم جدا، كنت قصير، كنت يعني من يشوفنا يقول هذا يعني لسه في مشوار حياته يعني. ما اهتموش نادي شمسان في يعني ذاك الوقت على أنه يتم تقييدي، وفي ذاك الفترة كان لما تتقيد ما يمكن تخرج من النادي إلا باستغناء يعني. فكان يصر على نادي شمسان في يعني ذاك الوقت الإدارة لتقييدي في إدارة سان شمسان وأكون لاعب في شمسان، فهم أعضاء الإدارة كانوا واخدين الموقف بأنه يعني مراضاة لهذا الشخصية التربوية، يقول للأستاذ عوض أنه يتم تقييده عشان خاطر وليس يعني وليس اعترافا بموهبة ولد صغير، صح هم ما شافوش، لكن الأستاذ هذا عوض كان له علاقة بإدارة شمسان يعني، وكان له كيان حضور في إدارة شمسان، فلما أصر 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 ومن أجل إرضاء هذا الأستاذ عوض يعني عملوا لي الاستمارة وأنه خلاص سيقيدها، فالموضوع هنا انتهى يعني. لكن انا استمرت كنت ادرب في شمسان صراحه يعني، كان لي صديق عزيز عليا كان والاخ عدنان الكاف كان زميلي في دراستي، مع بعض درسنا وطلب مني ان احنا نذهب لنادي التلال كتجربه، ان احنا نقرب في نادي التلال، لانه شمسان كانوا غير مهتمين في الفئات العمريه. في ذاك الوقت احنا نتحدث كنا شباب ونشي نلعب كرة، فقلت له انه التلال نجوم، التلال يعني كان في ذيك الفترة اسماء كبيرة جدا يعني،
فقال احنا نكتفي ان احنا نلعب بالفئات العمريه بس فقط في التلاله. فكانت هي بدايه فكره يعني. ففعلا يعني انتقلنا للتلال انا والاخ عدنان. ومن اول التمارين في التلال بصراحه يعني كان يدرب الفئات العمريه في نادي التلال في ذاك الوقت الكابتن خالد قاسم يعني. فصادف انه في كان في اقيم دوري كان يمشي دوري سن اقل من 16 سنه. كانت اعمارنا في ذاك الوقت اقل من 16 سنه. ف يعني صادف انه الدوري ماشي واحنا انتقلنا للتلال نتدرب. ايضا صادف انه في مباراه في التلال كان لديهم مهاجم هو طارق السلومي في ذاك الوقت طرد في مباراه من مباريات يعني. فكان ما فيش مهاجمين مع نادي التلال من الفئات العمريه. فطلب مني الكابتن خالد قاسم في ذاك الوقت انه يقيدونا واكون في احد يعني استمارات اتقيد في استمارات نادي التلال يعني. وكانت بعدها مباشره في مباراه امام طليعه لعك كان. فتم تقييدي مباشره من اول مباراه ومن اول مباراه كنت لاعب اساسي في نادي التلال يعني في عام 82 كنت لاعب اساسي بس كنت صغير السن كنت صغير جدا يعني ان انا العب في مجموعه اكبر مني في السن يعني. ومن اول مباراه لعبتها في التلال احرزت هدفين يعني. ومن هنا بدات حكايتي مع التلال يعني انه بدات فيها لاعب ومن يومها ما عرفتش ابدا دكه البدلاء في التلال بكل الفئات العمريه اللي لعبتها من اول انتقال لي من 16 سنه ل 18 سنه ل 20 حتى مع الفريق الممتاز كنت دائما ابدا لاعب اساسي يعني. هو صراحه نشوف يعني ان يكون في مهتم فيك شخصيه كبيره ورياضيه ونجوميه مطلقه باسم ومكانه فقيدنا الكابتن علي محسن مريسي صراحه شيء يعني يسجل في التاريخ ينحت في جدران تاريخ ايضا شرف محفوظ يعني. شوف بقول لك هي يمكن لاول مره حد يعرف ذا الموضوع انه كنت انا في زياره لصنعاء في عام 82 كنت في زياره لصنعاء وكنت يعني في ملعب تحت بيت الكابتن المرحوم علي محسن مريسي وكنت طبعا انا ما كنتش اعرف انه هنا بيت الكابتن علي محسن يعني لكن كاسم فقيد علي محسن في عدن في صنعاء في مصر في افريقيا في كل مكان كان اسم كبير جدا الكابتن علي محسن مريسي. صادف انه في مباراه لعبت كنا نلعب مجموعه يعني تعرف انت من عدن ومجموعه من صنعاء فلعبنا مباراه. فطلبوا مني ان العب المباراه هذه وكان بالصدفه انا ما كنتش اعرف انه الفقيد رحمه الله عليه الكابتن علي محسن يتفرج على المباراه من بيته يعني. فلعبنا وانتهت المباراه لكن بعد المباراة في واحد قال صيح علي يقول لي كابتن علي محسن يشتيك يعني طلعت له طبعا فطلع يعني صور عظمة الإنسان هذا رحمة الله عليه. تكلمنا عن الكرة وهي طبعا كابتن علي يعني شخصية كبيرة جدا فكلمنا عن الكرة وقال لي وعقبه لعبي يعني وقال لي أنت مهاجم ممتاز فطلب مني حاجة إن أنا أغير ثيابي وأرجع له البيت نطلع انا وهو يمكن هو شاف البدله الرياضيه اللي كنت لابسها يعني عاديه جدا يعني او مش متناسقه يعني. فانا فرحان طبعا يعني ولد صغير من ذاك السن فرحت البيت بدلت وعلى طول لقيت الكابتن علي واخذنا بسيارته ورحنا انا وهو مكان رياضه انا اذكرها اللحظه دي في شارع الزبيري بس الاسم مش عارف الحبيشي ما ادري ايش اسمه يعني اذكر المكان تمام. فدخلنا طبعا الكابتن علي محسن يعني ما فيش حد ما يعرفوش يعني رحمه الله عليك انا الحجر والشجر يعرفوه يعني. فدخلنا مكان الرياضه فالكل رحب بالكابتن علي وتكلموا معاه فطلب منهم بدله متكامله
قرم وسروال وشرابات وحذاء. تعرف انت ولد صغير واحد يشري لك، ومنو ذا الواحد؟ يعني علي محسن اليوم، اليوم في مصر كلها ما هم يعرفوا الكابتن علي محسن يعني. لكن الشيء الذي يعني اختلفت انا وهو الكابتن علي محسن بعد الشهره والنجوميه، انه هو عندما اخذ لي اشترى لي البدله الرياضيه، طلب من صاحب المكان الرياضي ان يعمل رقم 9 على الفانيلا. طبعا يعني دي يعني مسؤوليه كبيره، انه كابتن علي محسن يتمنى انه انت كلاعب صغير يهدي لك فانيلا برقم الفانيلا حقه 9. فانا والله يعني تصور سنوات طويله جلست يعني محتفظ بهذه البدله، وحتى ما كنتش العب فيها كثير، لانه من هامات الرياضه الافريقيه بشكل عام وليس اليمنيه يعني. وكنت احب الرقم 9 بعد ما كابتن علي رحمه الله اصر على انه يرقم الفانيلا برقم 9، لكن شاءت الصدف فيما بعد كذا عندما لعبت في التلال ومنتخبات الوطنيه أن يبقى الرقم 11 هو رقمي، يعني أنا أروح ألعب براحة بال يعني. فاستمرت الفترة هذه طويلة جدا أن أنا أكون يعني حبيس البيت من أجل الدراسة، ومن أجل أكون جنب والدي يعني اللي كان يعاني من مرض. وحتى بعد ما مات الوالد ضليت فترة طويلة طبعا، عشت فترة صعبة في حياتنا. كنت أنا ووالدتي طال الله في عمرها وأخواني، كنت لسه صغير، لكن كنت أنا الوحيد الذي الشاقي على أو الذي يعمل من أجل لقمة العيش للبيت يعني. فكنت أشتغل وأدرس، ووقت الفراغ ألعب، ووقت الفراغ أيضا أروح أشتغل من أجل لقمة العيش للبيت يعني. احترفت خارج اليمن، لعبت خارج اليمن مرة واحدة يعني، كانت في لبنان. طبعا كان احترافي في لبنان في نادي تضامن صور اللبناني في منطقة صور يعني. فكانت هذه تجربة بالنسبة لي، كانت عن طريق الكابتن العراقي، المدرب العراقي حاتم شمران. كرة القدم أعطتنا الكثير والكثير يعني، يكفي إنه أعطتنا النجومية، أعطتنا الشهرة. كرة القدم الإنجازات اللي حققتها على مستوى التاريخ الرياضي بالنسبة لي إنجازات كبيرة جدا يعني. يعني شوف مثلا أنا لعبت كرة من عام 83 في الفئات العمرية يعني، ومن عام 83 أنا لاعب في المنتخبات الوطنية. في عام 86 مثلت المنتخب الوطني الشباب، من عام 87 أنا لاعب في المنتخبات الوطنية، حتى تركت كرة القدم في المنتخبات في عام 2000. يعني مشوار طويل جدا ده كله فيها انجاز كثيره، لكن هي اللحظات والمعاناه اللي دائما تتعانيها كلاعب، او هي لحظه الانهزام عندما ينهزم فريقك او المنتخب اللي تلعب فيه. اكيد دي لحظات صعيبه يعني، محزنه كثير جدا انك تنهزم، خاصه انا كنت من اللاعبين اللي ما احبش الهزيمه يعني. تم اختيار منتخب يمني موحد قبل قيام دوله الوحده، فكان اخذوه من المحافظة الجنوبية 11 لاعب، ومن محافظة الشمالية 11 لاعب، من أجل تمثيل المنتخب اليمني الموحد قبل الوحدة. فتم اختياري أنا ضمن المنتخب الذي تم اختياره من الجنوب، إضافة للمجموعة اللي تم اختيارها من المناطق الشمالية يعني. فكان منتخب قوي صراحة يعني، أنا ذاك الوقت في عام 88 كان في المناطق الشمالية يمتلكون لاعبين على مستوى عالي صراحة من النجوم. وفي محافظة الجنوبية عدن، محافظة الجنوبية بشكل عام، كان أيضا نجوم كبار جدا موجودين يعني. فلعبنا مباراة كانت بمناسبة 14 أكتوبر، لا أولا لعبنا في 26 سبتمبر في صنعاء، كان بداية المباراة 26 سبتمبر في صنعاء، وتعادلنا في مبارتين في صنعاء 0-0 و0-0، كان أمام منتخب أظن المنتخب السوداني أو منتخب السوداني، هذا منتخب السوداني إن لم تخن الذاكرة يعني. وبعدها كانت احتفالات 14 أكتوبر في عدن، وأيضا نزل نفس المنتخب، وكنا لعبنا مباراتين أمام المنتخب
الأتوبي. وفي أول مباراة مع المنتخب الأتوبي طبعاً فوزنا على المنتخب الأتوبي بهدف صفر أو تعادلنا، فكنت أنا صاحب أول هدف باسم المنتخب اليمني الموحد. لكن في عام 90 بعد تحقيق الوحدة اليمنية أيضاً كانت في معنا مشاركة في كأس آسيا بالصين، وكانت أيضاً معنا مدرب في ذاك الوقت أحمد لوسيانو، هو مدرب المنتخب اليمني الموحد في عام 90. لكن أنا ما ذكرتش المدربين اللي كانوا يقودوا المنتخب اليمني الموحد قبل الوحدة، كان هم اثنين، الدكتور عزام خليفة مدرب، وكان من الجنوب، ومن الشمال الكابتن رحمة الله عليه سالم عبد الرحمن، كانوا هم اللي معانا قبل قيام الوحدة. لكن بعد قيام الوحدة أعطيت المهمة للمدرب البرازيلي المسلم أحمد لوسيانو، يعني كان هو مدرب المنتخب. وأثناء خروجنا في لإقامة معسكر في ماليزيا لعبنا أول مباراة المنتخب اليمني أمام المنتخب الماليزي في ماليزيا نفسها، وكسبنا المباراة 1-0، وكنت أنا أيضا صاحب الهدف في هذه المباراة يعني في ملعب ماليزيا في أرضهم بين جمهورهم، وفزنا عليهم 1-0. فكانت يعني صراحة دي من الأشياء التي تسجل للتاريخ، بأننا أنا كنت صاحب أول هدف قبل الوحدة، صاحب أول هدف بعد الوحدة. يعني مشوار 24 سنة أكيد في محطات بارزة في حياتي الرياضية يعني حققتها. ف يعني أنا مشوار 24 سنة لعبت فيه، أكيد في محطات كبيرة جدا ورائعة جدا في حياتي. يكفي إن أنا مثلا حارس لقب هداف الكأس في قبل الوحدة، أيضا حرست ثاني أو ثالث الهدافين أيضا قبل الوحدة، وفي عام 90 بعد الوحدة كنت ثالث الهدافين بعدد مباريات أقل يعني. وفي عام 92 حرست على لقب هداف العرب، أو حرست لقب هداف الدوري اليمني ب 30 هدف، كان أعلى نسبة منذ تاريخ الكرة اليمنية بالنسبة للاعب يكون عنده أعلى نسبة هدف 30 هدف. وفي نفس السنة في عام 93 أيضا تم اختياري ضمن أحسن 20 لاعب في الوطن العربي، وده أيضا إنجاز يضاف للإنجاز الكرة اليمنية بأنه يتم اختيار لاعب يمني ضمن 20 لاعب تم اختيارهم من الدول العربية بشكل عام، بطولات كؤوس وبطولات دوري. وبالنسبة لمنتخبات الناشئين يعني انتقلت إلى تصفية نهائية الكأس آسيا، كنت أحد المشاركين ضمن المنتخب الناشئين. أيضا مشاركتي مع المنتخبات الوطنية من عام 90 واتحام 2000 وأنا لاعب في المنتخبات الوطنية، كثير من الإنجازات أيضا اختياري ضمن نجم الموسم كان في عام 88 على مستوى اليمن الجنوبي في هذا الوقت، تم اختياري كأحسن لاعب عام 88. وفي عام أيضا 2000 برضو تم اختياري أحسن لاعب في اليمن على مستوى الإعلام، على مستوى الشارع الرياضي، إذا كان من كلمة وجهة في مجالي مجال الرياضة. أتمنى أنه دائما نسعد الجماهير اليمنية بمختلف ميولها ومختلف أماكنها في اليمن وخارج اليمن، وأن تكون الرياضة دائما هي البسمة وهي الرسمة الدائمة للجماهير اليمنية، خاصة بالأوضاع التي تعيش الوطن ويعيش اليمنيين من حروب، من تفرقة، من فأتمنى أن الرياضة تلم الشمل مثل ما كانت الرياضة وحدت اليمن قبل أن تتوحد سياسيا، كانت الرياضة هي من وحدت هذا الشعب قبل أن تتوحد في عام 88.